السلام عليكم. اليوم نتكلم على مركب سياحي، في التصميم تاعو من أروع المركبات اللي ممكن ننشأها في الجزائر، وهي واقع هذا المركب هذا راه قيد الإنشاء في ولاية شلف بالساحل، على الساحل بمنطقة داموس قرب من بني حوة اللي معروفة لدى الجزائريين. إذا هذا المركب السياحي اللي راه قيد الإنشاء يتكون من فندق ذات 4 نجوم، فيه 28 شقة تاع سويت من نوع سويت، وكذلك فيه دي بافيون خارج الفندق على شكل دي فيلا، فيه 105 دي سويت بافيونير، يعني على شكل بافيون. إذن وفيه منطقة اللي كمتنزه بالقرب من هذا المركب، تتكون من أكوا بارك، حديقة مائية، وكذلك من ان تياتر يعني اون بلان اير، وكذلك مناطق للالعاب ونشاطات نتاع فيها نشاطات مختلفة. المشروع هذا كبير كبير، وكذلك ينتهي على الشاطئ البحر بميناء، ميناء تنزه، بورت دو بليزانس. إذن المركب هذا يعتبر بمقاييس من مقاييس دولية، وفيه كل أسباب الراحة والاستجمام. والشيء الملفت هو أن المشروع هذا رغم الضخمة، الضخامة نتاعو يعتبر كبير، هو الآن نسبة الأشغال فيه تقارب 50 أو 60%. ونشوف ونخليكم مع نهاية الفيديو تلاحظوا نسبة الأشغال فيه في الجزء الثاني من الفيديو اللي يتكلم عن الأشغال هذه. والسلام عليكم.